مختصر لجراحة الأطفال. راح نبلش أول إشي بالأمبليكس، أو نبلش بالإشي اسمه أمبليكال هيرنيا. نكست، كملهن كلياتهم والله. تمام، هلا عمرك شفتوا أمبليكال هيرنيا في حياتكم؟ شفتوا أطفال ولا صغار كبار؟ ها؟ أطفال. شو بتعرف على متى بنشتغلهم عمليات؟ ها؟ 4 إلى 5 سنوات. هلا كالتالي، الأمبليكال هيرنيا هي ديفكت بالأمبليكس نفسه، الأمبليكال سكار خلينا نحكي. معظم الأمبليكال هيرنيا بيسكروا على عمر 4 سنوات، بنسبة 90% بيسكروا 4 سنوات. فإذا قرابة إلك بنته أو ابنه عنده لطفله عنده أمبليكال هيرنيا، شو بتقول له؟ تستنى لعمر 4 سنوات لـ5 سنوات. إذا ما سكروا بنسوي إيش؟ عملية اللي هي repair of the umbilical hernia. Risk of incarceration, risk of strangulation بالأمبليكال هيرنيا very unlikely، يعني ما بيخوف، less than 1%. فبالتالي ما في خوف منها، مش زي إيش؟ inguinal hernia. فإذا واحد بتعرف عنده inguinal hernia، متى بتقول له بيروح يسوي عملية؟ inguinal أسرع وقت، as soon as possible. مش emergency، لأن إذا أنا بحكي عن يعني reducible normal inguinal hernia، بتقول له as soon as possible، أقرب list. يعني اليوم شفته بالعيادة بتخلي العملية مثلا الأسبوع الجاي، أوكي؟ لأنه في risk of إيش؟ strangulation و risk of إيش؟ incarceration. بينما الأمبليكال هيرنيا لا، ما في هذا الريسك، وبالتالي بنخليهم الـ4 إلى 5 سنوات. هشوف مكتوب لك هون second year of or infant learning. عدلوا يعني ماشي. هلا في الجايد لاين القديمه انه اذا كانت enlarging، يعني كيف enlarging؟ يعني انه انت الديفكت بزيد مثلا، وفي جايد لاين ثانيه بتحكي انه اذا الديفكت مور ذان 1.5 سنتيمتر. فانا بدي اريحكم من هالقصه كلها، خلص الـ4 إلى 5 سنوات سيبوكم من السكند يير اوف لايف، اوكي؟ 4 ييرز خليها، اتفقنا؟ نيكست. هاي الاشياء اللي بتكون اسوشيتد مع ايش؟ الامبليكال هيرنيا، الهايبوثايرويدزم، ماكروزوميا، ماكروغلوسيا، اورجانوميجالي، في سيندروم اسمه بيكويث ويدمان. بس هاي السلايد لو ما حفظتوهاش مسامحكم فيها. نيكست بليز. هلا بعض مرات بيجينا الطفل على العياده عنده، خي ليش مش واضحه الصور هون؟ أنا عندك واضحه ولا لا؟ نفس الشيء. هاي جرانيلوما. اذا شفت طفل عنده بالامبليكس هذا المنظر، الشكل هذا، يعني هيك زي هيك بسموها امبليكال جرانيلوما، هاي شيء بناين، ما تخافوا. بس شو بتسوي له؟ احنا يعني عندك حل من حلين، يا اما تشيلها، واحنا ما بنسوي، احنا بنجيب، عمرك شفت السيلفر نايتريت ولا ما شفتوش؟ في زي العصايه اسمها سيلفر نايتريت، احنا بنكويها بسيلفر نايتريت. فهي بس علاجها شو هو؟ كوترايزيشن وذ سيلفر نايتريت. كوترايزيشن او ايش؟ او اكسجين. بس احنا بالعاده بنعمل لها كوترايزيشن بماده كيميائيه اسمها سيلفر نايتريت، موجوده بكل العيادات. بيجي الطفل بيشكي من ديسشارج، الام بتحكي فيه ديسشارج من اللي بيطلع من ايش؟ تسألها شو الديسشارج، بتقول لك سيروس ديسشارج، ما له لون معين. بتفتح يعني بتعمل اكزامينيشن الامبليكس، بتلاقي هاي جرانيولوما. فبالتالي هاي هي. نيكست بليز. هلا اذا شفت المنظر هذا اللي هو ريدنس حوالين ايش؟ الامبليكس، وخاصه بيبي جديد نيو بورن، فهذا لازم يدخل على المستشفى ينعطى انتيبايوتيك، لانه هذا بيكون عنده شيء اسمه انفلايتس. انفلايتس وهذا فيري فيتال، ممكن يصير في عندي، يسوي عندي بورتال فين ثرومبوسيس، وبالتالي هذا لازم يدخل المستشفى ولازم يعطيه انتيبايوتيك. فاذا شفت المنظر هذا على طفل مولود جديد ريدنس حوالين الامبليكس، معناته هذه انفلايتس، لازم يدخل على المستشفى فور اي في انتيبايوتيك، لان المورتاليتي بتكون شويه عاليه. نيكست. بيتنت يوريكاس، هي وصله بين البلدر وبين ايش؟ الامبليكس، المفروض تسكر، ما سكرت مثل موجود. اذا طلع علي، فبالتالي الطفل برين عليك النيوروتولوجيست، بيقول الطفل بيطلع ماده من ايش؟ الامبليكس. شو بتفكر؟ ان امبليكال جرانيولوما، بتروح تفحصه وهي مش امبليكال جرانيولوما، بيطلع ايش؟ يورين. يورين خلص بيتنت يوريكاس. اذا يورين معناته ايش؟ بيتنت يوريكاس.
next. Okay. وأنواع اليوريكاس، أنواع البيتنت يوريكاس. إذا سكة إذا ظلت فاتحة بسموها بيتنت يوريكاس اللي هي إيه؟ هي بين بلدر والأمبليكاس طلعوا كيف فاتحة. إذا بي سكرت بس من جهة الأم يعني لو في عندك أشر والله عليها. إيه؟ يعني سكرت من عندي باتجاه الأمبليكاس باتجاه البلدر بتظلت فاتحة بسموها أمبليكال ساينس. إذا بعض مرات ما بتسكر بسموه يوريكال سيست أو سري بتسكر بس من جهتين بس بتظل فاتحة يوريكال سيست، وبعض مرات بتطلع يوريكال دايفيرتيكولوم زي هيك. المعلومة بدك تعرفوها إذا طلعت الأمبليكاس يورين شو بتحكي لي؟ بيتنت يوريكاس. نيكست بليز. بزيد أدينو كارسينوما؟ بزيد الريسك، بس هاي احنا يعني بالكبار احنا هاي بنعالجها بسرعه يعني خلص انت اذا عرفت انه في عندك يورين طلع هذا اللونج ستاندينج على السريع بنربطها وبنشيلها يعني ما بنخليها يعني هذول بالكبار، بس هاي يعني هاي شايف انت لما تدخل هذا زي مش فولس كاتيتر هذا فيدينج تيوب هذا اللي شايفينه لونه اخضر هذا وين بروح لما تدخله على البلدر اوكي فبصير يطلع يورين معناته هذا بيتنت يوريكاس فهي مش كومون فيري رير يعني مش انه هلا هاي فبنفتح الانسجن لابراتومي وبنربط اليوريكاس وبنسكرها. نيكست. هاي ديزيز اسمه برون بيلي سيندروم. انا صراحه هاي المحاضرات بحبش اعطيها لانها فيري رير يعني هاي الاشياء فانا كنت اركز على الاشياء الكومون اكثر بس يعني هي موجوده. هلا البرون بيلي لوس اوف ابدومينال ماسكوليتشر ما في مصل في الابدومين. فشايفين كيف تقدر تبطل السكيل انه ما في اصلا ايش مصل وبكون كله ميجالي كيف يعني ميجالي اليوريتر كبير البلدر كبير كل اليورين سيستم دايليتد هذا بسم برون بيري واكثر شيء بصير وين بالميل بنسبه 95% واللايكلي فيري رير يصير بايش بالفيميل. نيكست. هلا اذا بطلع ستول شو بسموه اذا الامبليكس بطلع ستول يورين طلع ايش حكينا بيتنت يوريكاس اذا بطلع ستول شو بسميها ايه هيا اسمها بيتنت انفال وميزنتريك داكت. هلا بيتنت هلا هي الوصله بين ايش الإيليوم والامبليكس المفروض يسكر ما سكرت شو بتسوي بيتنت انفال وميزنتريك داكت. اذا سكرت في الصوره سكر والله لا نكس والله صوره ثانيه طلع ظلت فاتحه بسموه بيرتس هو نفسه فيتيلاين داكت هو انفال وميزنتريك داكت اسم نفس الاسم يعني إذا سكرت شايفين التسكير باتجاه الأبدومين وول شو بتسوي هناك؟ دايفيرتيكولوم اسمها ميكلز دايفيرتيكولوم في محاضرة المفروض عن ليش عن ميكلز دايفيرتيكولوم هلا ممكن تصير ساينس وسيست تسيبكم من الساينس والسيست ركزوا بس هالشغلتين إذا ظلت فاتحة بسموه ايش؟ بيتنت ميزنك إذا سكرت وظلت في باوتش طالع من الإيليام بسموه ايش؟ ميكلز دايفيرتيكولوم في رول للميكلز دايفيرتيكولوم اسمها رول اوف توز اللي هي ايش علي صوتك والله ما انا سامع تو فيت فروم ذا اليوسيكال فالف يعني هي تبعد والفيت تقريبا كل فيت 30 سم يعني 60 سم فروم ذا اليوسيكال فالف طولها 2 انشز و2 تو فيميل تو فيميل تو 1 وبلو ذا ايج اوف 2 و2 تايبس اوف تيشو جاستريك تيشو واللي هيك ممكن يصير فيها بليدنج بتحفظوا زي اساميكم هاي الرول اوف توز. نيكست. هلا الموضوع هذا مهم هذا الموضوع هذا كثير بنشوفه ايش اسمه أمفالوسيل وغاستروسكيسز أمفالوسيل هلا يا شباب في حكي كثير على المواضيع احنا بنلخص الاشياء المهمه اللي بتهمكم يعني الأمفالوسيل هو موضوع كثير طويل والغاستروسكيسز موضوع كثير طويل في جراحه الاطفال بس احنا من الاشياء الاساسيه اللي انتم لازم تعرفوها بس يعني من سنه رابعه اوكي مش اخصائيين انتم جراحه اطفال حتى تعرفوها يعني اخصائي جراحه عامه حتى ما بيعرفوا اشياء يعني فانتوا اعرف شو هي الانفالوسيل والغاستروسكيسز وبس مش كثير يعني دقيق شو يعني الانفالوسيل انه البول طالع وين برا البطن برا الابدومين اوكي بس محاطه بايش بساك محاطه بساك الغاستروسكيسز الفيزرا كونها وين برا الابدومين بس ايش غير محاطه بساك يعني بالشارع إذا نعرف شو الغاستروسكيسز؟ الغاستروسكيسز البول not covered الأنفالوسيل أو الاسم الثاني هيكزومفلاس
covered by ايش sac. الساك تو بارتس مناش نعرف الساك هذيك دون ساك واحد الامور. هلا الديفكت في الانفالوسيل سنترال سنترال فرجينا بالله الجاستس كيسز نيكست نيكست يا نيكست طلع هاي ايش انفالوسيل صح محاطه بايش بساك طلع شايفين الساك شايفين الساك شايفين الساك وين موجود السنترال بالسنترال بارت بينما الجاستروس كيس فرجينا يا بالله البول كلها طالعه كلها طالعه ما في ايش كاروساك اوكي بس الديفكت هون بيكون على الرايت سايد رايت تو ذا امبليكس على الرايت سايد اذا اول فريق الجاستروس كيس على الرايت الانفالوسيل وين بالسنترال بالميد لاين هاي كفرد هذيك مش كفرد هذيك هاي الانفالوسيل كفرد وهاي مش كفرد الانفالوسيل اسوشيتد وذ كونجينيتال انوميليز بنسبه 50% يعني اسوشيتد وذ كروموزوم الانوميليز واند اذر كونجينيتال انوميليز يعني مثل الكاردياك انوميليز والكروموزوم انوميليز اكثر من ايش الجاستروسكيز الجاستروسكيز بس اقل من 10% فايهما في الامتحان اسوشيتد وذ انوميليز اي واحده انفالوسيل هذيك اسوشيتد بس less than 10% يعني unlikely ايهما بكون البول هيلثي توقعاتكم يعني الفالوسيل مغطي بساك هاي البول بالشارع فبالتالي بتعرض اكسبوجر للانفايرمنت خاصه بال اللي هو الامنيوتيك فلويد في سبستانس بتخلي البول ماتد ملزقه ببعض اوكي وفيها ادهيجنز وبالتالي بيكون في مرات فيها ايش اسمه اتريزيا اتريزيا واسوشيت مع مرات حتى وثنتين على الروتيشن بس ايهما البول بتكون هيلثي انفالوسيل وهذيك ايش جاسترو سكيسز ارجع بالله ارجع بسرعه انت بطيء كثير ما لي علاقه انا ما انا هلا حاطين 35% انا ملز انا يعني احط 50% من عندي يعني هلا ما في داعي الارقام مش كثير مهم بس يعني انا في انه اكثر اسوشيتد 50% اوكي هلا توقعاتكم بالله تشطب لي كلمه سايلو من هنا اشطبوا هاي كلمه سايلو يعني هاي يعني بحبها هاي السايلو هلا شو علاج الانفالوسيل شو علاج الانفالوسيل بنروح بنجيل بنشيل الساك هذا وبنرجع ايش البول وبنخيط الابدومين بسموه ايش برايمري ريبير شو اسمها برايمري ريبير طيب بعض مرات مش كثير من الحالات بنقدرش ايش نرجعها لما نرجعها بصير تضغط على ايش على جوا الابدومين وخاصه على الفينز وخاصه الاي في سي وبقل الفينس ريتين للهارت وبصير لنا مشاكل في شيء اسمه كومبارتمنت سيندروم يعني بيزيد الكومبارتمنت بريشر فهاي الحاله ما بنقدر نرجعهم لان ما لها مكان في الابدومين فاكثر من طرق بنسوي الطريقه الاولى بنسموها ستيجد ستيج شو يعني ستيج انه انه يعني برجعها كامل بحط شبكي اللي هو شيء زي يعني المش بالابدومين الوول بحيث انه بس كبير الشبكه بحيث تستوعب هاي هلا بعض مرات اذا كان كبير الانفالوسيل مش زي هيك اكبر حتى اللي ومن ضمن الفروق نسيت احكي لكم انه الانفالوسيل ممكن يطلع فيها الليفر يعني الليفر هسه مبين شايفين الليفر الجاستروس كيس از انلايكلي انه يطلع الليفر ما بيطلع الليفر واضح تمام هلا مرجعها بعض مرات اذا صعب كبير هالقد هيك كل والبطن هالقد صغير ففي شيء اسمه سكارفيكيشن تريتمنت اللي هي ايش بنحط عليها كريمات في بلاد برا ناس بيستخدموا هاني العسل العسل في ناس بحط عسل في ناس بحط ماده اسمها سيلفر سلفايدايزين زمان كانوا يحطوا الكحول اي ماده بحيث تعمل ايش بيثلايزيشن للساك نفسه فالساك بعد كم من اسبوع بصيره زي ايش زي السكن بس هو بصير سكن بس هو ما عندوش مصل بنخليه لعمر سنه 5 سنوات لما يكبر الطفل بنعامله كايش كاي هيرنيا بس ككبير لما يكون كبير بالعمر اذا 3 أشياء للتريتمنت مش مطالبين تعرفوا التفاصيل يعني يا اما برايمري ريبير او ستيج ريبير او سكارفيكيشن اللي هو ايش مندهن كريماتنا وهي الاشياء لما يكبر ان شاء الله نكس بالله سيبك السايلو هذا انسيكم انه السايلو اتفقنا هلا الجاستروس كيسز شو بنسوي له بنرجعها
مرجحين ونخيط الأبدومن. إيش اسمها العملية؟ primary repair. repair عادي primary. إذا كبير الديفكت كبير سوري الكونتنت كبير برا ومش قادر أرجعها في بسوي سايل. هاي السايل هو كيس، هو كيس يعني بدخله بالأبدومن. أوكي في أنواع كثير، في يعني بيجي ثلاث أربع أنواع مش مطالبين فيهم. وبعمل ريدكشن، شايفين شو هذيك شو بسأل هاي البلاستيك هاي البيضة هاي. أوكي إحنا أنا بربطها بخيط يعني بضل لك كل يوم مرتين في اليوم الصبح والمساء بنظل ننزل نعصر نعصر نعصر. خلال خمس ست أيام إيش بتكون البول وين؟ بعدين بالأبدومن بالأبدومن خلاص. بعدين إيش نروح منخيط. إذا علاج الجاستروسكيس إيش تكون؟ يا أما برايمر ريبير رجع السل إذا كان سمول، وإذا كانت كبير إيش ستيج. أنتوا ليش بتأخروا؟ يلا بسرعة أصلاً كانت على 8:30 المحاضرة. ستيج أو إيش أو برايمر أو سايلو. برايمر أو إيش سايلو. شو اسم الكيس هذا؟ سايلو. واضح؟ بعد ما خلص السايلو بعدين بروح بخيط الغرز. اوكي واضح الامور؟ خلصنا احنا هاي؟ خلصنا كمل.